إن كانت لسخرية الأقدار حضورا، فلن تكون إلا هنا بمديرية حج البوابة الغربية لمحافظة حضرموت، فتلك الأراضي الخصبة والمشبعة بالمياه والتي يتوسط وديانها وهضابها نهرا جاريا لا يتوقف عن الجريان طيلة أشهر السنة، يعاني سكانها من العطش وصعوبة الحصول على المياه في منازلهم. فسكان الوادي الذي يحتضن أطول نهر في البلاد ويصل طوله لـ700 كيلومتر لا تصل المياه إلى منازلهم إلا على ظهور الحمير والجمال. فمشروع نقل المياه الذي تم إنشاؤه عام 96 بدعم ياباني بات متوقفا عن العمل منذ سنوات. المياه عندنا احنا كثيرة يعني في الأرض بتحفر يعني قامة كذا قامة ونص جاك الماء، لكن بالنسبة للشرب ما مش صالح على الإطلاق. والماء الصالح للشرب يعني اللي هو كان معتمد على المشروع الخرار، ولكن الخرار يعني انهار المشروع هذا قبل 6 سنوات وسبع سنوات، ولحد الآن المواطنين معتمدين على الشرب من هذا الماء الموجود أمامكم. فيما مشروع تأهيل الشبكة المحلية لا يزال متعثرا كحال كل مشاريع البنية التحتية في المديرية، أو كتلك التي لا تغدو أكثر من كونها حبرا على ورق، كهذا الطريق الذي تشير الوثائق الرسمية إلى أنه قد تم استكماله، فيما الواقع يقول عكس ذلك. لا عندنا مشاريع يومية لذاب المياه من البيار، والآن من أزمة ونريد منكم المساعدة. ولا تنتهي حسرة الأهالي عند هذا الحد، فمياه النهر المتدفق والتي أثبتت الفحوصات المختبرية جودتها وخلوها من أي ملوثات كانت لا يتم الاستفادة إلا بالجزء اليسير منها، فيما ينتهي المطاف بالجزء الأكبر من تلك المياه العذبة لتصب هدرا في مياه بحر العرب دون أن يتم الاستفادة منها. هذا النهر نشرب منه، نتغسل منه، ونزرع منه كل نلقي منه. في كل مرة يشاهد أبناء حجرة هذه الكميات الكبيرة من المياه المهدورة يتذكرون بألم وحسرة كل تلك الوعود المؤجلة منذ سنوات طويلة من قبل الحكومة لإنشاء سد يحفظ هذه المياه المهدورة، لكن دون أن يتم ذلك. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، نهر مديرية حج.